أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المؤمنين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه رياض الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذينهما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد بالإخلاص والانقياد له بالطاعة، يعني على الشرع. الإنسان يخضع لله جل وعلا مستقيما على شرعه، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي به، وهذا هو تحقيق الرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإن الإنسان إذا سمع الأذان وقال مؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول مثله، ثم يقول: رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، تجب له الجنة بهذا. ومن الورد اليومي إن الإنسان إذا أصبح أو أمسى يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام، أو أمسينا على فطرة الإسلام.
وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فلا بد من استحضار هذه الأصول الثلاثة: التوحيد لله عز وجل، يعني القصد ابتغاء وجه الله العمل، وأن يكون العمل مما شرعه الله جل وعلا، يكون قصد الاتباع كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والثالث التأسي والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على سنته في جميع الأمور. فهذه الأحاديث في شأن النية، إن الإنسان يستحضر النية عند القول وعند العمل الفعل والحال، بمعنى أنه مخلص لله جل وعلا، يبتغي ما عند الله، فيكون عمله بنية مقصود، العمل مقصود، أنه الفعل مقصود، والثاني أنه يقصد به وجه الله جل وعلا، والثالث أنه يقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على سنته. فمثلا الإنسان لما سمع الأذان أي وقت يقوم يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ يعني لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور. في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في التنزيل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فلا بد أن يكون قاصد للوضوء، وأنه بهذا الوضوء يأخذ بسبب قبول العمل، توفير شرط العمل، الشرط قبل المشروط، فالطهارة قبل الصلاة، وأن يستحضر السنة يتوضأ على الكيفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا إنسان قام من الغداء قبل العصر ثم غسل يديه عند المغسلة ليزيل أثر الطعام، وهو يتحدث مع صاحبه كمل الوضوء لكنه ما قصد الوضوء، لكن على العادة بس، هذا لا يسمى وضوء شرعي. ليش؟ لأنه غير مقصود. فلا بد من قصد الفعل الذي هو الوضوء أو العبادة، ولا بد من قصد المفعول له وهو الله عز وجل، أنك تقصد التقرب إلى الله عز وجل. لأنه قد يوجد من الناس من يتوضأ رياء، يجامل أبوه مثلا، طفل يجامل أبوه، أو عامل يجامل صاحب العمل، أو موظف يجامل رئيس القسم، يفعل هذا عادة. لا بد من الحسبة، يكون العمل مقصود ويقصد به وجه الله عز وجل وتتبع فيه السنة. هذه ثلاثة الأصول. لا يصح العمل أبدا، أي عمل ديني، إلا بها، لأنه إذا لم يوجد القصد، قصد العمل، صار لغو ما له قيمة. مثل حركة النائم، مثل حركة فاقد الوعي. فلا بد من قصد العمل. والثاني المقصود بالعمل من هو؟ هو الله عز وجل. فإذا لم يكن عمل مقصودا فهو لغو، وإذا لم يكن خالصا لله تعالى فهو شرك أو عادة. إنسان يغتسل يوم الجمعة الساعة 11:30 مثلا لأنه جاي من عمل، من مصنع ولا من مزرعة ولا كذا، لكن ما قصد غسل الجمعة، ما يكتب له غسل الجمعة إلا بالقصد. لو توضأ أنا واغتسل للتبرد ما يقصد هذا، ما قصد العبادة، فهو لا بد من القصد، قصد العمل، والثاني قصد المعمول له والله عز وجل، والثالث قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن مقصودا فهو عادة
أو لغو، وإذا لم يكن مقصودا به وجه الله عز وجل فهو عادة أو شرك، وإذا لم يكن على السنة فهو بدعة. بدعة ما هو على السنة، في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. فأي شيء في الدنيا من الدين لا بد أن توفر فيه ثلاثة الأمور: أن يكون مقصودا، وأن يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا تعبدا له وذلا له، محبة وتعظيما وإجلالا ورغبة ورهبة ورجاء وخوفا، وأن يكون على السنة. فإذا لم يكن مقصودا فهو لغو، وإذا قصد به وهو من الدين غير الله عز وجل فهو شرك، وإذا لم يكن على السنة فهو بدعة في كيفيته. فلا يسلم العمل إلا بهذه الأمور: أن يكون مقصودا معنى أنه مشروعا مرادا، وأن يكون مقصودا بوجه الله عز وجل خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون على السنة في كيفيته. فإذا لم يكن مبتغا به وجه الله عز وجل فهو شرك في القصد، وإذا لم يكن على الشرع فهو بدعة في أصل المشروعية، وإذا لم يكن على السنة فهو بدعة في الأداء والكيفية. وكل أحد إذا وضع في قبره يسأل: من ربك؟ هذا عن إيش؟ عن التوحيد والإخلاص. ما دينك؟ عن الاستقامة على الشرع. من نبيك؟ عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل بنيته، فإن كان مقصودا مقصودا به الله عز وجل فهو عبادة، وإذا لم يكن مقصودا فهو لغو، وإذا قصد به غير الله عز وجل فهو شرك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأولى قاعدة: كل عمل بنيته، والثانية ثوابه يترتب على النية، فإن كانت النية صالحة ترتب عليها الثواب، وإن لم تكن نية صالحة يترتب عليها العقاب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلين: الأول فيما كان ظاهره وباطنه شرعيا، يعني كان مقصودا يراد العمل، والثاني أنه يراد به وجه الله عز وجل، والثالث على السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: فمن كانت هجرته، يعني انتقاله من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بلد التوحيد، أو من بلد تظهر فيها البدعة إلى بلد تظهر فيها السنة، أو من بلد تظهر فيه الفسق والعصيان إلى بلد يظهر فيه الطاعة، هذه الهجرة. فالهجرة عمل شرعي شرعه الله عز وجل، ومن يهاجر في سبيل الله يجد فرض مراغمة كثيرة وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرازقين. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا وعملا، فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وحكما، يعني صحيحة ويثاب عليها. المثل الثاني: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما تستحق الذكر لأنه أراد الدنيا ما أراد الآخرة. ولهذا الله عز وجل قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني موحدا مخلصا، وهو محسن يعني متبعا للشرع مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لأنه قد يوجد هجرة من أجل الدنيا، الإنسان يهاجر المال إن يطمع فيه، يهاجر لامرأة شرطت عليه أنه ما يزوجها إلا إذا جاء البلد. فالظاهر صورة العمل واحد، لكن اختلف العملان بالنية، أحد يبتغي ما عند الله جل وعلا، وأحد يبتغي أمر الدنيا. هذا معنى الحديث، الإنسان لا بد له أن يقصد العمل أولا حتى لا يكون لغوا، والثاني أن يكون العمل مقصودا به وجه الله عز وجل، هذا الإخلاص، والثالث أن يكون على وفق الشرع والسنة حتى يتحقق عمله. فالهجرة عمل قد يبتغى بها وجه الله عز وجل، قد لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، يبتغى به مصالح، وهكذا سائر الأمور. في أحد يطوف بالبيت الحرام أقدس بقعة في الدنيا، والطواف قرين الصلاة، يبتغي ما عند الله له أجر الطواف بالبيت صلاة. في أحد يطوف بالبيت يشحذ يريد ما عند الناس، قد يعطونه وقد لا يعطونه، قد يكون له حق أنه يعطى، قد يكون ما له حق حتى، فيكون الإثم عليه مرتين. وهكذا في سائر الأمور، أحد يكرم الضيف عادة سلب عن أبيه وجده، ونعم السلب طيب هذا، لكن ما له ثواب في الآخرة. وأحد يكرم الضيف حسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وذكر الله عز وجل خبر ضيف إبراهيم المكرمين، هذا يجري كل يوم، أحد يحتسب يكون له أجر، وأحد ما يحتسب يكون عادة، وإن قصد سوفه يأثم أكثر بعد. فلا بد من استحضار قصد العمل، قصد المعمول له وهو الله عز وجل، وقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.